مر عقد منذ أن أطلقت العاصمة البوليفية لاباز حلها الإبداعي لفوضى المرور، حيث تم إرسال شبان يرتدون أزياء حمار الوحش إلى الطرقات لتوجيه السيارات والمارة وتثقيف السائقين، لكن هذه المدينة وكالكثير من مدن أمريكا اللاتينية لا تزال تعاني الجمود الدائم. هناك الكثير من الجنون، إنها فوضى. السائقون لا يتصرفون كمواطنين مسؤولين، وهم لا يميزون بين حقوقهم وحقوق الآخرين. أما بالنسبة للمشاة فقد أصبح التلويح للسيارات وسيلة من أجل البقاء. كثيرا ما يتم دهس المارة ويفر السائق من المكان ولا أحد يفعل شيئا، ويبدو كأن لا أحد من الذين في السلطة موجود للسيطرة على حركة المرور. زحمة السير تشكل خطرا بالنسبة للبعض ومصدر إزعاج للبعض الآخر، لكنها واقع يعيشه معظم الناس، ويبقى الجلوس والانتظار خيارهم الوحيد. علي أن أكسب العيش، لكن مع كل هذه الزحمة ينتهي بك الأمر في تضييع الوقت وإهدار الوقود. مدينة لاباز أعادت تصميم نظام النقل العام من أجل كبح جماح الأشكال المختلفة من الحافلات والميني باص وسيارات الأجرة وكسر جمود الشارع، لكن في الوقت الراهن سيبقى حمار الوحش يحاول الوصول إلى السائقين في هذه المدينة المحشورة بين الجبال، والتي عليها أن تعرف كيف تحتوي عدد سكانها المتزايد وزحمة سيرها في ظل ضيق مساحة التوسع.